قامت الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم في حلب احتفالاً بمناسبة شفاء 4 أطفال بشكل تام من مرض السرطان. الأطفال 4 الذين تعافوا من السرطان وشفيوا بشكل تام تمنوا لكل المصابين بهذا الداء الشفاء العاجل، كما قدموا الشكر لكل كوادر الجمعية الذين يقومون بجهود كبيرة لرعاية أطفال الجمعية. الحمد لله رب العالمين، أن الله سبحانه وتعالى اختصنا بهذا الامتحان، وأن نهاية هذا الامتحان كانت شفاء لا إله، شفاء التام بإذن الله. وإن شاء الله يكون هذا الدفاع مو بس يعني هذا الشفاء مو بس من نصيب، من نصيب كل الأطفال. مرحبا، اسمي تسنيم يحيى الباشا، عمري 6 سنين. حبيت أقول شيء بمناسبة شفائي. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مريضت فهو يشفين، عشان هيك ما رح أحكي. يلا شوفوا العصاية، شوفوا الحمد لله طبت وخدمت الشفاء لكل أطفال سوريا. الحمد لله رب العالمين، هو انصاف بيها ب 2013 وتعالج هون عن طريق الجمعية، والحمد لله رب العالمين، هو من السنة الماضية شافها شفاء تام، والحمد لله رب العالمين، والله يعطيهم العافية، وإن شاء الله هيك يا رب بنشفى كل أطفال السرطان بسوريا. بالموسيقى والغناء والفرحة والرسومات الجميلة انتهى الحفل الذي حضره أهل الأطفال وممثلون عن مؤسسات حكومية وأهلية. يلا نشوف، يلا صوتك كتير حلوة، طلع الضيف.